حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان